is a four dogs heist. تمام والله. والله حتى اختيارهم زمان المراحل والشخصيات كان لها طعم يا أخي، تحس إنهم مستمتعين وهم يسوون اللعبة. الحين أعوذ بالله يا شيخ، والله العظيم تلعب بيدي 3 تحس إنها كريهة، لا فيها شيء يصرف. صدق من ناحية المهمات ما هذا بيتي تو لاحظ يعني مهمات تحس ممتعة أكثر من ناحية بيدي ثري. حتى آخر مهمات بيدي تو أحس يعني جيدة، ما أقول هذه أحلى شيء بس يعني فيها حاجات حلوة. يا أخي هي جتيا على الشعور، أول ما لعبت بيدي تو الشعور فيها يختلف يوم أول ما بديت بيدي ثري. تحس اللعبة أنت نفسيا فيديتون دمجت فيها بسرعة، سلكت معاك خلاص، صرت انت مستمتع فيها. لكن فيدي ثري، فيدي ثري تحس اللعبة ما هي ذاك الشيء اللي زي الاول يعني، ما فيها نقص، تحس بشعور النقص فيها. انا اتمنى والله يعدلونها، انا والله ما بقول لك والله اتمنى انه يبقون فاشلين، بالعكس والله اتمنى تغير وضعهم. بس يا اخي ايش 3 مرات كل مره تجيبوا لي تسوون نفس المشكله، تعيدوا نفس المشكله. قالوا والله الحين رجع كم لهم 4 شهور ما شفنا شيء. عطالك بس ان ريدي بوتر، ان ريدي بوتر الحين حطولك حطوك تحت الجاي. ما يشتغل جربت طراني ما يشتغل بعد، يشتغل حاولت كيف فقط وجيت ابى احط الريدي ما هو موجود. قلت ما شاء الله اجالي يقولون موجود الميزات، ممكن تلعب لحالك ولا عادي ولا معك احد؟ لا كنت لوحدي، حطيت الريدي ابغى اوقف الريدي ما في. المفروض خلوك توقف ما ادري صراحه، اخي خفيفه خفيفه. والله ورانا يا جماعة، ادخل ايوه ارزقنا ارزقنا ايوه ايوه. الجماعة يقولون ديفند وير هاوس، احنا ماشيين شو يصير؟ احنا من اول ما ذيك ديفند وير هاوس قبل ما يقول احنا فاقين ومدير ديفند الزمن والله. والله بيده يا ولد، في واحد يلقم فيني من بعيد تحت اهلي. والله ما في احد حوله بيمشي ان شاء الله. يا اطرقه انا اقول لك، اقول لك اليوم الاول عندي غثيث غثيث مره غثيث. ادخل مستوى تحت والله لا تنقصني، لا توطف معك والله نشبتي انا بروح دكتور بارك حق التيك كلاسس انا شبعت الدريشة هو الف يعني لازم يطب برا عشان يصير بس امشي وصل وصل الرجال انا اخذ جواكر لان الجماعة مسوي لي فيها يلا ايوه سدد له سوي ريلود الحين بسوك سنايبر هنا الايمو اخضر في ايمو هنا كله تحت وراك الرجال راح ما 4 طلقات الرجال لو شفت اللي وراك بس كله قرين سكيته في وجه بازوكا ومت رحت شنجر الجماعة ترصدوني وانا ما ادري
طيب حق اكستراد دايم يبين نروح هناك. الله لا اطلع على السهولي ما بخرج. نو يبيك نزل على الدكتور باك. خلي جون وفهم شكلي واحد طب طب بلاي ممكن نجيب مع الدريشة ولا نثبت بلاي شيء ولا سرالي سلام عليكم جماعة سلام. أحس إنه هنا بيكون أسهل لك تأخذ جوكر. إيه راح أشيل ما هناك رجال ترون. والله اقفل دقيقة لا ابعد يا ديار ابعد قفل ابو 5 ريال ما ينفك بالسنايبر ما ادري احط لك سبوك يا وين المناشير اوه المناشير عندك هم شوف نحط اي واحد حطينا بس او في العيال جايين شوف شوف الله ليه ما اقدر اسوي له ابجريد؟ قلت قمت تسافر نفس الفتره يعني بطارية ضعيفة صارت مثلا دقيقة. نشوف ايش بك في الشاحنة قبل ما تطفى علينا. اليد؟ ليه؟ ليه عسل بطارية عندك؟ ما ادري كم تستهبل الحركة ما ادري عندنا تستهبل ما ادري شلون. ما شاء الله بطاريات سوني ترى طول فيها يعني. انا ما ادري هي بطارية ولا تسهل. لا مش هذا. اوه اجرب حظي. والله يحط ريل سكيل بس ايش مو مطالع ليش ما ادري. ما احتاج انا دو سكيل هنا. ايوه بس اقل شيء المهارة حقت الحين وسوسوه بي اني ماني حاطه. هل هنا ما في اليوم الاول ما في او هذا يعتبر شو اسمه هذا اليوم الثاني يعتبر صح اليوم الثاني اليوم الاول احنا جيت يا بس اللعب المهم ذي عكس اوكي ايوه القصه عكس صح اها مش تسلم يلا هو الجوكر اخذه انا اللي ساعة احاول لكن ايوه طيب موجود اخيرا تعال يا اسطى كيلو تعال يا اسطى يا اسطى اللعب فيني لعب هوكستر ها اعطيته واحدة يا ولد تخيل صار اثنتين ماسك تعال 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 اتصل شفتك لحالك والله انا بمسككم كلكم لا تقومني جيت يا في بلاش فوق راسي لا تقومني قوم كوكسون يقومني يا تعال مدك اللي وراه انا اقرب الدايم انت هذا بقى كم واحد الظاهر صح لا لا في شنطة في باقي اها حطه في الزاوية الله يقطعكم يا شيخ والله يحبكم حب يا رجل بقيت تسدد لهم واحدة انفضهم نفض كذا كلهم تجمعوا نقطة واحدة كم باقي شنطة زين يلا امسك ونقصه لول فاضي في سنايبر هنا ذي اصلا باقي شيء
انا بيد والله نزل جسمه رصاصه. خلينا ندخل الجوده خلاص بالرب. وين واحد جزء زحمة هنا احترونك بس. السلام عليكم بس يا جماعة. Not to worry, friends. I've gotten in touch with Twitch. He's not too far out, and we'll come get you. No, no. زحمة قروشة هذه يا. عرفها هاي. رجعوا. كويس والله في جوكر ها مستلم. جوكر امتحنهم. ما شاء الله الجماعة متكين هنا احنا نسوي لهم الشغل كله. هذا شو اسمه؟ صار له حادث. مستر بينك. هنا خلصنا ما في الا سكيب. نزل لي مويز يا اخي عشان اوريك. بطلقه بس على اساس اشوف احد. صعبة صعبة اصلا مكان مرة مفتوح كذا مزعج مرة. بديت 3 ما تقدر تخش تزبن. ممنوع خلاص. لا لا سمحت ما تركب في الشم. لا واقعية ما تقدر تطلع. أبوها واقعية. دش واقعية ما تقدر تركب ورا في الفان. ما أدري أحس في شيء شو اسمه في شيء غير منطقي. يا رجال واقعية شيء شنطة بضالك تجربة يا رجال تقول كأنه ما في كأنه شايل ورق بضالك. يا رجل لو شخصية معضل كذا كأنه ما يخاف. لو قلت تشينز يلا تمشي تنبلع تشينز عاد تجد ضخامة ذاك اليوم صح ولا لا؟ ايه الله الصورة ذيك وجوك انا معك حط عليك جنان كيوت هذاك جزء كواي الجزء ما يركب جدا كنت اضحك على الصورة ذيك بعدين بنزلها الديسكورد ما بيشوفونها يا رجال انت ملاحظ بس الماب هذا تصميمه رهيب ذا والله محل ضيق حتى مبرر لا لا حتى مبرر التصميم تصميم برا ايوه جت تركه سنايبر وين الشطحه هذه هذا قوي انا شطح ولا اسرع انا ذا الشيلدات اصبر والله تو انا شو اسمه الحين تجمعهم اصلا سيئه الحين تجمعهم هاي ابغى امسكها تسلمي بس تسلمي على اي حاله والله بلدوزر جت راح والله هذا بلدوزر لا تقع روح نشوف شفنا خطة بين والله نطبق خطة جنونية جي بي ار خطة جنونية؟ تسرق اللوت كامل في المحل ان شاء الله بس نشوف تقدمنا شوي نسرق عادي هنا المفروض يكون في لوت اضافي ولا ناقص في لوت اي مو لوت قصدي يسمونه ميديكات وكذا والله
يا كره اذا جيت بسدد له على وجه الجتيار يقفل كذا يناظر الجهه الثانيه خرب الوزنيه عليك. والله هذه اصعب محل اصعب مرحله توصل فيها له يطلعون عيونك اذا توصلها. والله صح في قروشه شوي توصل لك قروشه برضه قروشه. والله نصرتك انت والمدك حقك مفتاح هذا مفتاح بنزل هنا رصاص نكتب انت عندك درل سكيل صح؟ يا اخي كره هاتي لا عاد يجري ويطلق في نفس الوقت حركة تغبن انا زهرك امزح امزح لا اكشن سلام بالله وين ولف ثالثة الولف ثالثة الولف يجي الولف يمدي ينفض مع زاوية ثانية لا والله ولف استنى باكس ما عليه خله يسرقون باكس يسرقون شنط انا ودي اشيل اللوت كامل بس والله هذه المرحلة ما عليه خلي نسرق كل شيء في بدل يعني يمكن حصلنا فرصة والله انا في ترت الترتات هذه اللي برا يبغى نطلق عليها نطلق عليها نطلق عليها نكسرها كلها هي تراها القروشة من جد يا اخي بطلق عليه انا شو ما بالباكج طب وجهك انا هذا خليني اطلع برا اخذ معك الغاز هذا اخذت واحد حطيت دريل لسه لا حط هذا هو لا حط انت رجينا ايه ولا خلص الدريل ولا خلص خلص ما خلص ايه ما يطول والله فرصة صح؟ فرصة مرة وان شاء الله بعمل هالشيء والله امسك امسك وين انا؟ لازم احطها؟ لا لا ما ادري انا ما حصلت شنط كان فوق يمكن في واحد شالوه برا انا سعاد ما تسوى لا عد باخذها بعدين اوه في جثه في الشنطه ما شاء الله تسلم شيخ موت يا اخي
ما استسلم بي استسلم بس ما استسلم حسن حسن نظفت المعلم استغرب المرة حسن ما في شيء ولا فوق يمكن راح انجح شكله كله تاس ينط وطلع بينه محمد خلوا هنا جماعة نازلين استسلم جوكر وكش انت على هنا زوي بالله ما عندنا جواب مفطرين انا ابي هوكسون جاي عندي هنا كون على رجع ابي اوقف تحت عند وولف وسماش عند الدرج طب هذا يكون قدام الواجهه كله قدام الواجهه وش اسمه على الدرج عشان بعد ينفضهم عرفت والله في كثيرين يا جد يا فوق شوف يا جماعة حتى أنا هذي ما شفته أنا أضمه لك في ماني طايع قم قوم قل لك فين دف شو السحن هنا أبعد الله ما عاد عندي رصاص جيت جحفل يلا يلا ما عليه نبتفتن امسك 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 تركت لوكا انتبه انت تبي جوكر خذ خذ هذا اللي فوق انت عندك فل يعني؟ ايه عندي فل ايه اي غطيني يا اوكس انا والله هنا يلا انا احط لي فوكس يا والله طيب اذا ما كنا اتكي لا هذول لا يا يا لازم اخذ البيت شو وقت اليد تفصل هي ضغط انا اكمل انا يلا اوكي افتح هذا بس تضغط اخر شيء اها في غاز خليك انت من قندوزه عطا هنا هذا يبغى ناخرونا بزيادة ما خالف هذا خامس شوي اسمع ابو فلاشات شوف يا عم كم مشكلة لا 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 قرب لهنا شوي بس في سنايبرات انتبه منهم نسيت ابي اسمع يا 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 ترى صابوني ولا عدم وينه في مدك يا ما في بجيك بجيك دي قوم انا في واحد ان شاء الله ركب الفقش قوم السلام عليكم السلام عليكم والله سددوا لي ما لي بطلع شو اسمه السكن لا مشكلة سمدك ما في
عليك ما انا مسكات وايد بدينا نوصل انت في زحمة اي بعد فاك بوت ام اوت دروب ات لا زحمة لا زحمة امسك 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 الجوكر في الشارع على طول انا راح نشوف المكان كامل تسلح تقريبا كل مكان شطفهم دحين تشطيف تسلم شيل المدير جوكر الله يصيد يتحرك هذا يلا بفلش انا ونقز على طول تجي هنا جو العيال اسمه نعطيهم شو اسمه ناخذ الشنط وصلها لا هذول الحين شو اسمه الدكتور هذا كيف بدي نوصل الباب كذا نقصهم على طول قوم يا مدير والله على طول هاك احفلك هذه اي احيان اذا انت مستعد صح نشوف باقي شيء في المحل ما هي شنطه قاعدين جوها او عقد هنا ايه هنا هذه خواتم ذي خذ يا هوكستر طيب سلح المكان كامل مرة ما دام انه عندنا خير ما عليك صدمت فهد اللي تشوفها هذا اللي في النص العمود هذا والله العظيم يا اخي تورت شكله بي ما سدت له تورت فجرة ايه يبغانا فجرة طلع قروته راح اصدت نفسي يا ولد ايش في مقدار اطلع والله اطلع على شوف التعبان فلش فلش يا جيت سمسم طيب بقوم بلعبه يا ولد على الثورة تفجر طلقاتي أخيرا أول الحين أنا بصير قريب نزل دكتور باكي يعني. بنزل واحدة هنا عند السيارة نزلت واحدة عندي هنا بس شان السجن بس بيهم سلمين يعني. هم شيء شو اسمه ترت راحت أمورنا إن شاء الله تصير أزين لا لا بسيطة بسيطة بس سنايبرات ترى شوية يسولك فيها عندي عندي شوكولاتة ولا عندي شو اسمه فكر الله أقسم بالله استوكم سندرو عادني ما عليك عاد عندي خير ما عليك عاد بسطن بيكم كفر جوكر جو معزز يا حبيبي كفر معزز وانتفر الجوكر رهينة مدري باقي توريت ولا واحد اول اول حتى روح صار في اثنين سنايبرات هذول ازعجونا يعني كل ما جيت بمسك جوكر يقتلونا علي طيب خليني اطلع الدور اللي فوق اعتقد انه في لوت هي هاكا كم ويز مي وان شيك هنا جي تي ار فوق عاد شيك بس تقول سكيور مورا ولا باخذ اللي برا باخذها اللي برا اوه لا تعرفني الفلوكر هذا اكتر نيدها قم قم اكس قم قم
امسح امسح شو امسح امسح رجل رجل هرج بشوف اللي برا انا اه ها عنده الجوكر يا ولد كيف تمش كذا بنزل لك دكتور باكر جيبه فوق عندك بتروح بتروح لا لا بروح اللي تحت بروح اللي تحت حتى لو مت معي الكفر فلشت هذا انا الله لا اله الا الله ما عندي اكثر الرجال هذا ما تعرف طول طلع بيله جوكرات جوكرات استسلم ما ايش اسمه رصاص انا اقول شيء سنايب ما تطلب الله من الضغط اللي عندك ركز عليهم أمت لا إله إلا الله أعوذ بكم تف نفسي يا ارفدني يا سيد بسرعة تف نفسي أنا كذا هيا وولف دحين روح علي التعبان هذا هم هم راح ال راح علي يا أول ما أمسك بيجون أربعة خمسة والله انتقون لي انت تباغت لي شكله هذا اندرس صوت يمكن ولا شيء والله ما ادري بس هنشوف والله ترى مش بعيدة بس هنشوف وين هون لا لا بيروح بيروح الى صوت شكله بيروح راح خمسة خمسة جاء وين ما اخذ جوكر شكل شنطة هذي بغير انا احاول احاول بس ما اقدر ما في مشكلة نهدي شو الله العظيم تابع اليوم اللي جبته نزل لك واحدة هنا تحت الباك تعال لا خلينا نروح لهاد والله لو ان شاء الله وقفت لا كفو كفو لحقت لها وقفت تقفل معايا ترنا لهذا الوضع شوي يا الهي رحمتك وش اللي صاير مع دول يدمج فيني وانا جالس اطلق عليه يلا في سنايبر يلا يلا جايب شنطة شكل الاخيرة اللي معي والله اعلم تسلم دكتور باك ثاني اوه ما نزل دكتور باك عندي هنا ولا في دكتور باك هناك؟ ولا في دكتور باك؟ حاط اللي هناك بس عاد انا اشوف سنايبرات الحين تفوني ولا في سنايبرات؟ الحين تفوني انا الحين بالدور الثاني حط الدكتور باك هنا بس نزلت واحدة ان شاء الله ما نحتاجه قدام لا طول سدوه لين ما يجوك راحت في سنايبر هنا قلت لك والله فقع يا جماعه غصنان طيب ما خالف دي عندي ما يوصل معي قاعد كم باقي باقي شيء فوق والله ما قدرت اشيك على كل شيء لكن اتوقع نشوف هاي فاضي هنا خلاص
قول عندي والله جوكرين كيف عندي جوكرين وولف يا سوبرمان هذا الاي اي تعين ولا ديوني جو حصل شي فوق؟ ابى اشوف فوق ما شفته هنا غرفة لي ما ظنيت فيها خزنات شيء مات معي فلاشات شيك سريع شوف شيء يعني. أنا دخلت جوا عندك المكتب طلعت. دوت ثلاثة. اكتب انا شوف هنا غرفة فينا خزنة. خزنة ما ادري خزنات فيها شيء يصير ما ادري. شوف احط انا ما ادري الاسكيل اصلا. اوف 200 يا حبيبي. هذا 200 انت معك الاسكيل. ما ادري السكيل مع نفسكم فقعنا بس من فقع فقعنا شوف في شيء خلاص عاد زي جاد اوكي بجوكر ولا شيء؟ عندي جوكر عندكم جوهرات من البسات هذا قاعد تقرا شيء يا رجل انت ما تدري طلع مين طالع فيني يطلع فيني ثم راح يناظر فوق اقول لك يا مين لقم لقم مو طبيعي نشوف الحين شو الوضع هنا انا معقول لو جوا ناسي شيء مثلا هنا تشيك سريع هنا ما في اكيد الخزنات اكيد الخزنات اتوقع خزنات في شيء اليوم بالمية اتوقع ان واحدة منها في بس ما ادري كانت ابغى نصبر عليها ولا نروح كيفك ما حسب شوف في دكتور باك في دكتور باك ثنتين بس والله انا مخاطر يا جدي خاطرك جدا اعتقد انه مخاطر انه الرسلون مات كيف قاعد نفقع ونصبر شوي بعدين نفقع شوف الوضع نهدي الوضع والله كيفك ما ادري بصراحه القرار عندك يعني. اللي هي بقي شنطه تقريبا شنطه وكون الماب كامل صف صف الناس نشوف تقدر على صوت طلع هذه يا رجال هذه حصلت بس هنا هنا شوف 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 على الطاولة قدامنا ما نشوفها بس بدك تباك هناك سنايبر نقوم بلحظة بس تصير انت في سنايبر السلام عليكم يا جماعة انت باقي عندك ستوكهولم صح؟ لا لا اظن سكنتهم انا بتعالج وبجي نشوف في دكتور باقي جنبي صح هي جنبي دقيقة ما حد عندك دقيقة انا في جاني وولف تعالجت عندك ستوكهولم؟ لا ما عندك صح؟ ما عندك استخدمته طيب تبي تروح تعالج ما قاعد كيف طيب الله ما صبته يا حبيبي حتى انا ما صبته يلا انا حطيته هنا عشان يقولون هذا الجماعه من فوق
بس بد في شو تره تو تطلع بدري. ايوه حسيت ابها وراي. في فوق معاك. يلا يلا. ينزلون من فوق هذا بتلقاهم. لا في كلوكر انا. قول اسكيب. انا ما ادري خلصنا كل شيء شنط ولا باقي ضرحة صح؟ كان باقي ضرحة. طلعت انه خلاص فقعنا من هنا. عشان كذا طلعت اسكيب. وهذا ليش مدينا افتح صندوق؟ عشان ايش؟ بفهم. انت عندك فلوس. ما حد قال لي اخرج من انا مسوي فيها. اي والله. وجنسك شوف فوق ما شاء الله. انت عمرة جنسك ملبك ما شاء الله توتش ما شاء الله عليه. عين عين. هذا اللي ركبنا فيه ولا واحد ثاني؟ اي هذا ركبنا فيه يا رجال، شوف الجدار اللي جنبه العمارة. مكتوب جنسك. ما شاء الله. أبد في ظل العمارة حقتهم لبك رجال. الله الله. كيف جميل بصراحة على الرغم إنه تعبنا فيه بس جميل بصراحة. والله هو فعلا أحد كم جميل جميل. ولاحظ أن شو اسمه. كان بس ناقص اللوتات الأخيرة. خلاص يكون مثالي. مرة مثالي بنسبة 100% بس يلا مو مشكلة سوينا اللي علينا. بس ما تلاحظ ان سلكول اعطونا 100,000 يمكن عشان الشنطه اللي مجمعه يمكن يمكن والله جاي ومن اول ما تكلك على 80,000 لا شوي زودوا راتب شوي 100,000 زودوا والله شوف هسه كذا الظاهر خلاص